وزير التخطيط بين عامي 1985 ل 1990، مستشار إعلامي لرئيس الوزراء، متحدث رسمي باسم الوفد الأردني لمفاوضات السلام 1991، سفير الأردن لدى الاحتلال، وزير للخارجية عام 2002، متهم بالانقلاب على كل من تحالف معه. دكتور مروان المعشر، حضرتك قامي نعتز فيها، لكن اليوم حضرتك متهم. في الجزء الأول من التحقيق رح نسأل أسئلة، مجموعة من الأسئلة بالأخرى، ياريت الإجابة عليهم تكون بنعم أو لا. في الجزء الثاني إن شاء الله رح نتناقش وممكن نسمع منك الكثير من التفسيرات، ولكن الجزء الأول نلتزم بنعم أو لا لو سمحت. سؤال أول، دكتور مروان المعشر، أنت من عرابي اتفاقية وادي عربة؟ أنا المناطق الرسمي باسم الوفد، لذلك لا، لست من عربي وادي عربة. أنت من أدخلت البنك الدولي إلى الأردن؟ غير صحيح. دكتور مروان، أنت من عربي الخصخصة في الأردن؟ أيضا غير صحيح، أنا كنت في موقع سياسي وليس اقتصادي. رح نيجي للتفسيرات دكتور في الجزء الثاني. أنت من أدخلت التيار النيو ليبرال إلى الأردن؟ وتحديداً إلى الحكومات؟ غير صحيح. دكتور مروان، أنت متهم بأنك تنقلب على كل من تحالف معك؟ غير صحيح. نفسك تكون رئيس وزراء؟ نفسك تكون رئيس وزراء؟ لا لا قاطعة. أنت منحاز لمفهوم الدولة المدنية؟ صحيح، الديمقراطية، ليس مش دولة مدنية. رح نيجي للتفسيرات دكتور. تآمر عليك الكثيرين وخططوا لإسقاطك؟ صحيح. دكتور، هذا الجزء الأول كان زي ما حكينا الإجابات فيه مقتضبة، ولكن في الجزء الثاني منحب نسمع تفسيرات أكثر عن الأسئلة اللي أنت متهم فيها. نعم. بلش الكلام باتفاقية وادي عربي. في البداية إيش كان دورك فيها بإيجاز؟ فقط ناطق إعلامي؟ أنا الناطق الإعلامي باسم الوفد. هل ساعدت بصياغة؟ لم أساعد في صياغة حرف واحد من الاتفاقية. أنت معه ولا ضده؟ أنا أعتقد في وقتها كان في حاجة لأن ننهي الاحتلال الإسرائيلي ونقيم الدولة الفلسطينية، فكان في حاجة. أما الآن بعد ما رأينا ماذا فعلت إسرائيل، فحقيقة أنا بعتقد أن الاتفاقية بحاجة لمراجعة. ندمان على دورك في الاتفاقية؟ لا، أنا دور جندي في وفد بلادي، فاوضنا بكل إخلاص، فما فيش ندم أبدا. حتى مع أنه الاتفاقية الآن أنت تقيمها بأنها بدها مراجعة؟ الواحد بيجرب وبيفشل، مش معناته ما يجربش بالمرة. طيب، من الاتفاقية نروح ليمكن موضوع أعم شوي، علاقتك مع الكيان، كيف ممكن تلخص؟ علاقة يعني متشنجة إلى أبعد الحدود. أنا ذهبت ممثل لبلادي التي يعني وقعت حكومتي على الاتفاقية وصادق مجلس النواب عليها. أنا لم أذهب كصاحب قرار، ذهبت كجندي في مهمة صعبة. ليه علاقتك متشنجة كانت؟ لأنه أنا أخذت موقف من اللحظة الأولى أن أدافع عن حقوق الفلسطينية والحقوق العربية. من الأسبوع الأول ذهبت إلى بيت الشرق ووقفت على درج بيت الشرق برفقة فيصل حسيني وقلت أن القدس يجب أن تكون أو تعود للسيادة الفلسطينية. أنا كنت أذهب وأزور الفلسطينيين العرب في الداخل تقريبا 3 أو 4 مرات أسبوعيا، حتى طلب بعض أعضاء الليكود في الكنيسة طردي من إسرائيل بحسب ما رأوا أنه تدخل في الحياة السياسية. بس دكتور، هل من معقول أنه في سفير داخل دولة وتكون علاقته متشنجة مع هذه الدولة؟ كانوا طلبوا أنك تطلع من الدولة، طلب أول ما شافوا في تشنج. الليكود طلب أن أطلع من الدولة، يعني تستطيع أن تذهب إلى الوثائق، أنا ما بحكي لك شيء من عندي يعني. بس لو كان في يعني تشنج حقيقي أو خطر حقيقي؟ لا طبعا فيش خطر حقيقي. أنا ممثل بلادي سيدي. السفير السوفيتي لما كان في واشنطن لم يكن رأس مالي، والسفير الأردني في موسكو ما كان شيوعي. يعني أنا ممثل بلادي أدافع عن موقف بلادي، لا أدافع عن موقف الدولة التي أنا فيها. دكتور، تأخذ كثير قرارات عكس قناعاتك، زي يوم رضيت تتعين سفير؟
لا، أنا رضيت أتعين سفير كما قلت، لأنه في كثير من اللي بحترم رأيهم جاءوا وقالوا لي، ومن المعارضة الأردنية تحديدا جاءوا وقالوا لي أفضل تروح واحد زيك ما بينشره، ولا يروح واحد ثاني يأثروا فيه الإسرائيليين. طيب نيجي للخصخصة، شو دورك بملف الخصخصة في الأردن؟ هو موضوع خلافي يعني، لا دور. الخصخصة ليست صفة إيجابية ولا سلبية، بس أنا لا دور لي في الخصخصة. أنا كنت وزير خارجية حتى العام 2005، لم يكن لي أي دور اقتصادي في أي من الحكومات التي كنت فيها حتى العام 2005، حين أصبحت نائب لرئيس الوزراء وترأست لجنة الأجندة الوطنية التي خرجت بخطة اقتصادية لم تعتمد الخصخصة بالشكل المطلق، اعتمدت خطة يعني اليوم الكل يؤمن فيها، وهي أن دور القطاع العام يجب أن يقتصر على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل، ولكن دوره ليس أن يكون الموظف الرئيسي للعمالة في البلاد، هذا دور يذهب إلى القطاع الخاص، فهو اقتصاد إذا بدك نسميه اقتصاد اجتماعي وليس اقتصاد السوق الحر. فأنا عندما كان الملف الاقتصادي أنا مشرف عليه، إحنا طرحنا اقتصاد اجتماعي ولم نطرح اقتصاد السوق يعني الحر. يعني أنت ضد النيو ليبرالية؟ ضد النيو ليبرالية المطلقة، نعم بكل تأكيد. حاول أوصل الخصخصة مش نيو ليبرالية، الخصخصة أنك تعراب النيو ليبرالية في البلد. لا مش صحيح، الخصخصة مطلوبة إن تم إرفاقها بإصلاح سياسي يؤمن إنه لما بصير في تجاوزات في ناس في مجلس نواب قوي، في مجلس أمة قوي، بيراقب هذه التجاوزات. ولذلك الأجندة الوطنية طرحت موضوع الإصلاح السياسي كموازي تماماً للإصلاح الاقتصادي، أما إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي فنتج عنه الفساد كما نعرف جميعاً. ليش كثير استفزك موضوع النيوليبرالية؟ لأنه موضوع أطلق يعني بدون أي إثبات وبدون أي. أنا مرة أخرى كما قلت أنا كنت وزير خارجية، يعني الناس تنسى، بس لكنك جزء من الحكومة صاحب قرار. صحيح أنني جزء من الحكومة، لست عراب النيوليبرالية ولست عراب الخصخصة ولست المحرك. طب من وين تجي هالاتهامات مدامها جدا بعيدة عنك وعن شخصك؟ من وين تيجي؟ بدك رأيي الشخصي تأتي، لأني بتكلم في موضوع الإصلاح وهذا موضوع شائك بالنسبة للكثيرين. كان ممكن يتهموك بأنه لك أي خلفية أخرى مش تحديد النيوليبرالية. صعب، أنا رجل نظيف، لم يعني تظهر علي ولو شبهة فساد خلال 21 عام، صعب يتهموني بأمور أخرى. طب على سيرة الأجندة الوطنية، أنت دكتور من اللي ساهموا في كتابة الأجندة الوطنية، حتى يمكن في أنت ساهمت في كثير من القرارات، ولكن خلينا بالأجندة الوطنية. أنت حكيت لنا يا دكتور في يوم من الأيام في ندوة الأجندة الوطنية كان ممكن بيوم من الأيام تجيب تأمين صحي شامل لكل مواطن أردني وتخلي عجز الموازنة صفر بعشر سنوات. صحيح. هذا الحكي أي سنة؟ الأجندة الوطنية انعملت سنة 2005، التأمين الصحي كان من المفروض أن يتم في العام 2005. شو صار بالأجندة الوطنية دكتور؟ الأجندة الوطنية تكلمت عن إصلاح سياسي وليس إصلاح اقتصادي فقط، وتكلمت عن ضرورة أن يرافق الإصلاح الاقتصادي إصلاح سياسي. قوى الوضع القائم لم ترد أن تفعل ذلك، لأنه حقيقة قوى نعرفها جميعا. أنا بعرفها أركان نورني يا دكتور، مين القوى؟ في أشخاص، في الأجهزة الأمنية، في موظفين في الديوان، في عدة ناس ما كانش بدهم هيكلية الدولة الأردنية. كانوا ضد دكتور مروان المعشر ولا ضد المحتوى تبع الأجندة الوطنية؟ ضد محتوى الأجندة، وقالوا ذلك أمامي بصراحة وأمام جلالة الملك. يعني أنا بجيب لكش تحليل، بجيب لك معلومات. حكوا لجلالة الملك إيش؟ أمامي أن الوقت ليس مناسبا لمثل هذا المشروع. شو الحجة؟ الحجة النزاع العربي الإسرائيلي. كانوا ضد دكتور مروان المعشر ولا ضد المحتوى تبع الأجندة الوطنية؟ ضد محتوى الأجندة، وقالوا ذلك أمامي بصراحة وأمام جلالة الملك. يعني أنا بجيب لكش تحليل، بجيب لك معلومات. حكوا لجلالة الملك إيش؟ أمامي أن الوقت ليس مناسبا لمثل هذا المشروع. شو الحجة؟ الحجة النزاع العربي الإسرائيلي. شو دخل؟ ما تسألني دخلوا، اسألهم هم إيش دخلوا. وقال أحدهم لجلالة الملك أمامي
يا سيدي قبل حل النزاع العربي الإسرائيلي كل الأجندة الوطنية يجب أن يتم وضعها على الرف، وهذا ما حدث. دكتور، أنت تؤمن الإصلاح في الأردن السياسي والاقتصادي؟ أنا أؤمن أنه الاثنين بده يتلازمان، يمشوا مع بعض. أيهما يولى على الآخر؟ ما فيش حدا بيولي على الثاني، الاثنين متداخلين. لا يمكن أنا أتحدث عن إصلاح اقتصادي وما فيش عندي مجلس نواب قوي قادر على محاربة الفاسدين. لا يمكن لي أن أتحدث عن إصلاح اقتصادي وما فيش نظام قضائي مستقل يستطيع أن يعني يضمن نزاهة العملية، سواء كانت خصخصة أو غير ذلك. فما فيش كلام عن إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي. طب دكتور، في ناس بيحكوا بأنه زي ما تحكيت رئيس الوزراء حرام نتهمه، تجي عليه إملاءات، هذا الوضع مزبوط عندنا في الأردن؟ مش تماما، يعني مش أنه رئيس الوزراء يعاجز عن العمل تماما. في رؤساء وزارات يعني عندهم مساحة من الحرية، هم بيخلقوا مساحة من الحرية يستطيعوا أن يعملوا من خلالها. في رؤساء وزارات يستسلموا للوضع القائم بدون أي محاولة. ليش ما رجعت لولا حكومة من 2004-2005؟ لأنني لم أعد مقتنع بأن العمل داخل الحكومة عرض عليك سيؤدي إلى الإصلاح. نعم، عرض مرتين. إمتى؟ بال2006 وبال2012. شو كان الرفض بكل سنة من السنين؟ لأنه معطيات الحقبتين مختلفين. 2012 بنحكي بفترة ربيع عربي. أنا لما طلعت من الحكومة أبديت رغبتي في عدم العودة إليها، إلى أي حكومة. أنا دخلت إلى الحكومة من اللحظة الأولى كوسيلة وليست كغاية، وكنت أعتقد صادقا أن وجودي داخل الحكومة سيساهم في عملية الإصلاح. عندما أصبحت لدي قناعة، ولا تزال هذه القناعة موجودة، أن وجودي داخل الحكومة لا يجدي، فضلت أن أعمل من الخارج، خارج الحكومة. الحكومات اللي خلينا نحكي الحقائب الوزارية اللي عرضت عليك، اللي عرضت علي مش حقائب وزارية، عرضت علي رئاسة وزراء، رئاسة هيئات، مش ضروري ندخل رئاسة. يا سيدي، رئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات عرضت علي. طيب، مرة كنت أنت جنب دكتور خالد كلالدي في ندوة. نعم. وصرت تحكي يا دكتور أنا غير متفائل للأسف ومتشائم من الوضع الحالي. هذا الحكي يمكن من سنتين ثلاثة تقريبا. صحيح. حضرتك نواد تغيير ومفكر عربي مش بس أردني، وتقلدت مناصب رائعة جدا. وين نواة التغيير اللي بيحكي لك متشائم؟ أنا شو ضلل لي كشب لما أشوف دكتور كان وزير خارجية وسفير وعرض عليه هيئات وحكومات، حقائب وزارية، بلاش نحكي حكومات، بيحكي لك أنا متشائم. وين دورك كمفكر دكتور؟ أنا دوري في عرض أولا الواقع كما أراه، ثم في تقديم الحلول التي من شأنها أن يعني تخرجنا من الأزمة. لكن يعني أنا كمان دوري، لأن أنا مش سياسي، كمان بدي أكون صادق، بدي أكون صادق مع نفسي وبدي أكون صادق مع الناس اللي بتكلم معاهم. هل أنا الصدق مرتبط بالتشاؤم؟ لا، الصدق مرتبط بالوقائع. هل الوقائع تظهر أن هناك إرادة حقيقية للتغيير في البلد؟ أنا لا أعتقد ذلك. ما بتحس أنه غلط تحكي لمجموعة من الشباب؟ أنا كشخص لا. أبلغ من العمر تقريبا 60 سنة، في اشتغلت في شتى مجالات الدولة. ما في سياسي يمكن في البلد بيشتغل مع الشباب زيي. أنا بس تحكي لهم متشائم يا دكتور. أنا ساهمت في متشائم على المدى القصير، مش متفائم على المدى البعيد. أنا حين قال الجميع أن الربيع العربي يعني بجلب الدمار، أنا كنت من القلائل التي قلت الربيع العربي هو بصيص أمل، قد تكون الفترة الأولى منه يعني مدمرة، إنما لابد من فترة انتقالية نمر فيها حتى نغير ما عليه الحال. فأنا مش متشائم على المدى البعيد. أنا ربما يعني لا أذكر المقابلة تماما، لكن ربما قلت أنا متشائم من الوضع الحالي. بال96 دكتور كنت وزير إعلام، وعلى حد قولك بأنك كتبت بخط إيدك كتاب إلغاء الوزارة، ولكن لم يتم. لا، أنا مش بس كتبته يا سيدي، لا، أنا طلع من مجلس الوزراء، وافق عليه مجلس الوزراء وذهب. تمام، ليه ما صارش؟ لأنه مجلس النواب شاء أن يضعه في الدرج 7 سنوات. ليه؟ اسأل مجلس النواب عندهم شيء ضدك؟
لا ما خص مروان المعشري. بس ما اقول دكتور انت ما تساءلت لي شيء صار؟ لا طبعا تساءلت. طيب شو حكوا لك؟ مجلس النواب عنده نظره بانه الغاء وزاره الاعلام كانه الغاء عن مؤسسه تدافع عن الدوله. انا ما كنت بدي الغي الدفاع عن الدوله، انا كنت بدي الغي وزاره الاعلام، بدي الغي السيطره والرقابه على وسائل الاعلام، مش بدي الغي الدفاع عن الدوله. الدفاع عن الدوله يتم من خلال الناطق الرسمي وهو الحال حاليا وزير الدولة لشؤون الإعلام، لكن أنا ما بدي أكون مسؤول عن التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء على سيرة الإعلام. دكتور أنت متهم بأنه خلال فترتك كوزير الإعلام حبست صحفيين، صار ولا ما صار؟ أنا لم أحبس طبعا، لا أنا أحبس صحفيين، أصلا ليست لدي السلطة لأحبس صحفيين. عشان هيك بيوم الأيام كتبت لدكتور عمر أمي اللي بتحبس صحفيين، يمكن كتبتها في لحظة غاضبة، لكن صحيح أنه يعني خلينا نقول الشغلات بمسمياتها كمان. هل يجوز رجل من رجالات الدولة يكتب لرئيس وزراء لا أمي اللي بتحب الصحفيين؟ أنا الآن خارج الحكومة وخارج المسؤولية وخارج بس قدوة لك رسمي. طيب يعني أنا كتبتها بمسؤولية أنه اليوم يعني بدنا نكون صادقين مع أنفسنا كمان ونبدأ نسأل هذه الأسئلة اللي في يوم الأيام ما كناش مسترجين نسألها، اليوم ما عاد في حواجز، بدنا نسأل هذه الأسئلة. دكتور أنت كثير الظهور للإعلام، بتطلع بانترفيوز، بتطلع بندوات، بتطلع بفيديوز كثيرة. نعم. اللي بيحضر كل هدول الفيديوز والمقابلات بحس عند الدكتور مروان في الفيكتم منتاليتي أو عقلية الضحية، وهذا مفهوم نفسي. هل تعتبر نفس عندك هاي العقلية تبع الضحية؟ لا ما عندي مفهوم. يعني دكتور مروان أنا لدي ما أقوله، عمل ضدي، تآمروا علي، أنا ما بديش منصب، أنا بس بدي أنا بجاوبك أسئلتك، أنا ما بحكي هذا الحكي لما بتسألني بدي أجاوبك. طب بس أنا لدي اللي بيحضر بحس هذا الإشي؟ أنا لدي ما أقوله يعني عندي مشروع أنا عندي مشروع نهضوي إصلاحي واضح المعالم. نعم بظهر على الإعلام، أنا عندي قدر أظهر على الإعلام، واللي عنده ما يقوله وهذا يطلع. طب سؤال المساحة يعني متاحة للجميع. ممكن تترشح للنيابة؟ ممكن، مع أني ما بفكر، بس ممكن طبعا. أنت حكيت لي ما بفكر تكون الآن. أنا أعمل على يعني مع مجموعة من الناس على تأسيس حزب سياسي، فأنا دوري، أنا اليوم عمري 63 سنة، أنا اليوم المشهد للشباب ليس لجيلي برأيي. يعني هدفك بالآخر برلمان؟ هدفي مش ضروري كشخص، ممكن تدعم أشخاص يوصلوا للبرلمان. من هو يعني الحزب الذي لا يهدف إلى الوصول إلى السلطة والوصول إلى البرلمان ليس حزبا. طيب دكتور، بما أنك أنت عمالك بتأسس أو بتساعد على تأسيس تيار مدني ديمقراطي على حد قولك، كيف علاقتك مع الإسلاميين أو مع التيار الإسلامي؟ عشان ضل بوصف التيار. نعم، كيف علاقتك معه؟ أنا بتحدث مع التيار الإسلامي وبتبقى بتحدث مع الجميع. بس التحدث مع التيار لا يعني الموافقة على آرائه. أنا ضد الإقصاء، أنا ضد أن يتم إقصاء أحد طالما أنه يستخدم الأساليب السنية. دكتور ما بدنا نشرح فكريا الموضوع، نحكي لك لا بدنا نشرح فكريا. احنا في خضم نسأل سؤال، كيف علاقتك؟ أنا عندي علاقة مع أشخاص في التيار الإسلامي. لا ما عنديش علاقة تنظيمية مع التيار كله. مش تنظيمية. في ناس بس في اتفاق مبطن حاليا. لا ما فيش ولا اتفاق، لا عشان الانتخابات الجاي. لا مبطن ولا غير مبطن. أنا لا يمكن أني أنزل مع التيار الإسلامي في انتخابات. ما تنزل معه؟ مش أنا كتيار، مش كشخص يعني، لأنه ما منتفق، إحنا لسه في القواعد المشتركة لا زالت بعيدة. دعم تحت عنوان صوت لي بصوت لك. أنا مش من هدول الناس اللي بيشتغلوا هيك. هذا لا ما فيش قطعاً، يعني بالقطعاً بدون أي دكتور عندي سؤال. إيش رأيك على عجالة باللي صار خلال فترة الإضراب تبع المعلمين؟ وإنت حكيت إنه الإضراب والاتفاق اللي صار هو بداية لمرحلة جديدة. شو هاي المرحلة؟ المرحلة إنه الناس إلها رأي بدنا نسمعه. إنه التحاور ضروري، إنه الاتهام يجب أن يكون بعيد. يعني الآن الإضراب اتهمت النقابة بأنها مسيرة من التيار الإسلامي. شيء أنا لست من أصحاب هذا القرار. أنا بعتقد إنه كان في مطالب مشروعة، بعتقد إنه كان لازم يكون في حوار يفضي إلى نتيجة يعني بشكل
أسرع بكثير مما كان عليه الحال في السابق. أنا بعتقد أنه أزمة المعلمين كشفت ضعف وعجز الموازنة كهيكلية، بدنا نعيد الهيكلية كل الموازنة بحيث نركز على الصحة ونركز على التعليم ونركز على النقل، لكن يعني ما نركزش على أمور تانية غير ضرورية. فأنا كنت أرى ولا زلت إنه أزمة المعلمين كانت يعني يمكن أن تكون مفتاح للحديث عن الموازنة بشكل أكبر بكثير وتغيير الإطار العام للموازنة، لكن هذا لم يتم. أي أقوال أخرى أو شو تحب تضيفه؟ أبداً. أكيد. شكراً. شكراً لك. ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته.